إلى موضوع آخر هو موضوع في النصر. طالما نتكلم عن النصر، إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي أصدرت قرارا قبل أيام يقضي بتعيين الأستاذ عبد الله المديمير، وهو الشاب الطموح مترجما للغة الأسبانية بإدارة كرة القدم. هو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولديه حقيقة طموح عالي جدا، ويحمل رسالة قهر كل الصعوبات، واستطاع أن يصل، وهو بذلك كما قال بعد قليل سنتابعه يريد أن يرسل رسالة واضحة إلى زملائه. ناصر الشيباني التقى بعبد الله المديمير وتحدث معه. أول شيء أحب أشكر كثير أبو تركي فيصل الأمير فيصل اللي أتاح لي الفرصة أن أحقق له جزء من حلمي أني أشتغل في نادي النصر. أنا بسألك، يمكن هي أول بادرة من نادي سعودي يتعاقد مع عبد الله مديميق وهو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا الشيء بالنسبة لك هل هو دافع مستقبلي للأستاذ عبد الله مديميق؟ أكيد أكيد بكل تأكيد، يعني مو بس دافع لي أنا، دافع حتى للأشخاص اللي مثل من ذوي الاحتياجات الخاصة يكون عندهم أمل أنهم يشتغلون حتى في النوادي. هذا شيء يعني أكيد بيكون مفرح لهم. هذا الشيء بعد أن تم التعاقد معك، هل لديك اتصالات من زملائك ذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص هذا الموضوع بالتحديد؟ أي نعم أي نعم، دار أنه باركوا لي طبعا بالمناسبة هذه، وأعطيتهم أمل أنه ما في شيء، ما في يأس، ما في يأس في الحياة. عبد الله هو محب للرياضة بصراحة بشكل كبير، بشكل كبير، خاصة ريال مدريد والنصر. أخيرا عبد الله، من اللي ساعد عبد الله أنه يدخل كرة القدم ويكون أحد المترجمين في إدارة كرة القدم في نادي النصر؟ أحب أشكر الأستاذ عامر السلهام اللي كان له دور كبير في تعييني في نادي النصر، هو اللي ساعة وتعب، هو يعرفني ويعرف إمكانياتي واللغة وتعب هذا الشيء، وأحب أشكره جزيل الشكر. أي لغة أستاذ عبد الله نترجم؟ اللغة الإسبانية. قلت سابقا وأقولها مرة أخرى، أننا نشعر أحيانا أمام بعض هذه النماذج بأننا نحن من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس هم، ونستطيع أن نقول عنهم ذوي القدرات الخاصة. نتمنى لها إن شاء الله التوفيق، وصعب جدا الواحد يعني يا دوب إنجليزي الواحد يعني سنة وسنتين يتعلمها، ويا دوب فما بالك اللغة الإسبانية. ونايف أشكر الأمير.